أهلا بكم في تلخيصة جديدة مع فيلم الذراع الذهبية. قصة حب ملحمية بدأت فصولها في المدرسة الثانوية بين هيذر البنت الجميلة وحبيبها ديفيد المصمم والفنان، وكمان صاحبهم أندي اللي بيحكي لنا القصة دي دلوقتي. هيذر وديفيد كانوا عايشين حياة هادية وجميلة في بيتهم اللي وسط الطبيعة الساحرة بعيد عن زحمة المدينة. ديفيد الشاب الموهوب اللي بيشتغل صنايعي شاطر بيصنع قطع أثاث تحفة بإيديه الماهرة، وهيذر ست البيت الرقيقة اللي بتدير شؤون البيت بحب وحنان. بس هيذر كان عندها عيب واحد وهو عشق التسوق، ودايما كانت بتطلب من ديفيد حاجات غالية جدا وهو ما بيقدرش يرفض لها طلب، زي ما أندي بيقول إن طلباتها دايما كانت فوق طاقة ديفيد، بس هو كان بيحاول يلبي كل طلباتها مهما كلفه الأمر. وفي يوم صيفي جميل وهيذر جايبه له مشروب وهو شغال في الورشة، راحت بصت في المراية على نفسها وهي سعيدة ومبسوطة بجمالها، ولاحظ ديفيد إنها لابسة عقد ذهب جديد. اتكسفت واعتذرت له وقالت له معلش ما قدرتش اقاوم ان اجيب العقد ده، كان جميل ولفت نظري، بس لو عايزنا رجعه انا ما عنديش مشكله. ديفيد طمنها وقال لها ما تقلقيش خالص، اكيد هنلاقي طريقه ندفع بيها ثمنه. والحوار ده كان بيتكرر كتير، كل ما هيذر تشتري حاجه غاليه ديفيد يفضل يدور علشان يلاقي طريقه يدفع ثمنها، ورغم كده هيذر كانت بتحبه. وبنشوفها وهي معاه في الورشه وكتبت له بالغيره على الارض اي لاف يو. كل حاجه كانت ماشيه زي الفل لحد ليله مهمه كان فيها حفله خيريه. أندي صاحبهم اعتذر انه مش هيجي علشان تعبان، وديفيد كان مزنوق ومحتاج خشب زيادة ضروري جدا لمشروع مهم، وكان محتاج حد يساعده، فقرر انه هياخد هيذر المرة دي معاه علشان تساعده. وعلى الرغم من ترددها في الاول لانها كانت بتقيس هدومها الجديدة واللي بنلاحظ ان لونها ذهبي برضه، الا انها وافقت تساعد ديفيد علشان ما يزعلش. وفعلا راحوا سوا علشان يقطعوا شجرة كبيرة، وديفيد طلب من هيذر تخلي الحبل مشدود على الاخر علشان الشجرة ما تزحفش في المكان الخطأ. وكل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما فرع من الفروع اتشابك في الحبل واللي هيستخدمه ديفيد علشان يوجه اتجاه سقوط الشجرة. سبحان الله الشجرة وقعت على هيذر تحديدا على دراعها اليمين، والدم طرطش على وش ديفيد اللي وقف مذهول للحظة. هيذر كانت بتنزف جامد، وبدون تفكير ديفيد اتصرف بسرعة وقطع دراع مراته على طول بالفاس اللي معاه علشان ينقذ حياتها، وفعلا هي نجت بس دراعها راح. هيذر بقت مشوهة بعد ما كانت مهووسة بجمالها، تقفل على نفسها في البيت وتفكر في الايام اللي راحت. ديفيد حاول يعوضها بكل الطرق لحد ما جت فكره في دماغه انه يعمل لها دراع صناعيه، ودخل عليها بالهديه علشان يفرحها، لكنها قالت له انها بشعه وديفيد زعل. وبعدها دخلت الاوضه تبص على دراعها وهي متضايقه وكسرت المرايه. وفي يوم خرجت تتسوق كالعاده وما كانتش عارفه تشيل الاكياس، والعيال الصغيره بصوا لها بصات غريبه، علشان كده هيذر ما بتعرفش تنام وبتفضل تعيط طول الليل. وديفيد هو كمان حاسس بالذنب وزعلان علشان مش عارف يعمل لها اي حاجة. وتاني يوم هيذر دخلت عليه الورشة ولقيته بيصمم دراع معدني 3D على الكمبيوتر، وهيذر فرحت بشكله جدا ووافقت تلبس دراع صناعية بس بشرط انه يكون مصنوع من الذهب الخالص. ديفيد اتخض من الطلب الغريب ده وقال لها انه ما يقدرش يتحمل سعره ابدا، بس في الاخر وافق. اخذ قرض على البيت وباع الجرار بتاعه وكل ادوات النجارة، وبدأ يدور على سائق شاطر يشتري منه سبائك الذهب الخالص. بعد فترة ديفيد جاب الذهب وحطه في المسبك، وأخيرا شكل دراع ذهب جميل جدا، وهيذر كانت مبسوطة بيه جدا وبدأت تحس إن حياتها رجعت طبيعية تاني، وبقت بتخرج وتتفسح من غير كسوف، وكمان ديفيد كان سعيد عشانها. لحد ما جه الشتاء وبدأت هيذر تعاني من مرض غريب، راحوا للدكتور وعرفوا إنها عندها مرض الرئة الذهبية، يعني جسمها بيمتص الذهب من خلال الجلد وبيتفاعل معاه وبيسبب المرض. الدكتور نصحهم ان هيذر تشيل الدراع فورا، بس هي رفضت بشده وقالت لديفيد انها مستحيل تشيله ابدا مهما حصل، وانها تفضل تموت ولا تشيله. ديفيد ما كانش قدامه حل تاني غير انه يستسلم لرغبتها، وفضل جنبها لحد ما صحتها تتدهور اكتر. وقبل ما تموت طلبت منه طلب اخير، قالت له لما اموت لازم تدفن الدراع الذهبي معايا، وديفيد وعدها ينفذ الوصيه، وبعدها ماتت على طول. وبعد وفاة هيذر ديفيد نفذ وعده معاها ودفنها مع دراعها الذهبي، بس بعد كده حياته اتغيرت تماما. زي ما أندي بيقول لنا بعد موت هيذر الشغل قل جدا، فاضطر ديفيد انه يفصلني لانه ما عادش محتاج مساعدتي، ولما جت الازمه الاقتصاديه ما حدش بقى بيشتري الاثاث المصنوع بالايدين، فديفيد بقى مفلس تماما والديون اتراكمت عليه. ديفيد بقى لوحده ومش لاقي فلوس، وفي يوم وهو قاعد يعزف على البيانو كده بص لصورة هيذر وجات له فكرة. ديفيد فكر انه يبيع دراع هيذر الذهبي، وراح بسرعة على المقبرة وحفر قبر مراته وطلع الجثة، بس حصلت حاجة غريبة، عينيها فتحت فجأة، بس هو طمن نفسه وقال ان دي حاجة طبيعية في الجثث. حاول ياخد الدراع بس كان جامد جدا، فاستخدم الفاس وقطعه من ايدها واخده، لكنها فتحت فجأة
وديفيد خاف وجري بسرعة على البيت، ولما رجع البيت سمع أصوات غريبة جاية من برة، فخرج يشوف ولقى الجو قلب ورياح وأعاصير وكمان صوت صريخ من بعيد، وحس إنه يمكن بيتهيأ له، لكن الريح بدأ يكسر في البيت وصورة هيذر وقعت على الأرض، ولما راح يبص عليها لقى فاس في إيدها واللي ما كانتش في الصورة أصلا، ولما قرب أكتر لقى عيونها بتتحرك، فخاف وجري لفوق في نفس اللحظة اللي الباب اتفتح فيها على طول، فقرر إنه يروح يستخبى في السرير وهو مرعوب وسمع صوت رجلين على السلم، وفجأة الباب خبط، فراح يشوف مين؟ لقى هيذر، بس هيذر ميتة، إزاي رجعت؟ هيذر واجهت ديفيد وهو اعتذر لها، وطلع الدراع من تحت الغطا وأعطاه لها، وقال لها إنه ما كانش يقصد يزعلها، بس هي بعد ما أخذت الدراع رفضت اعتذاره، وعاقبته أشد عقاب. وقتلته بالفاس بتاعته. أندي حكى بعد كده إن الشرطة معرفتش إيه اللي حصل بالظبط، بس بيقول إن إحنا كأهل البلد الطيبين دفننا جثة هيذر تاني وجنبها جثة ديفيد، وكلنا عارفين بالظبط فين دراع هيذر الذهبي، بس محدش فينا مجنون علشان يروح ياخده، لأن الكل خايفين من اللي ممكن يحصل لهم. وخلصت القصة الغريبة دي اللي بتوضح قد إيه الطمع وحب النفس الزايد ممكن يأثروا على حياة الإنسان، وقد ايه الحب ممكن يخلي الواحد يعمل اي حاجة علشان اللي بيحبه حتى لو كان الطلب غريب. ودي نهاية فيلمنا، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.